بدأت العروض العسكرية البحرية والبرية المظلين ضمن فعاليات معرض ومؤتمر البحرين للدفاع 2017. العروض البحرية التي اتخذت من ميناء سلمى مقرا لها تم فيها استعراض آليات الدفاع البحري وأسلحة البوارج وأحدث طرق الإنزال البحرية مع استعراض ذي القوارب السريعة والإسناد الجوي لها. فيما ركزت العروض البرية التي أقيمت في مقر الحرس الوطني بالصخير على استعراض الدبابات والمدرعات والمصفحات الأمنية وتعاملها مع مختلف البيئات البرية والطرق الوعرة ومدى قدرة التحكم في قيادتها في مختلف الظروف وبيان قدرة المدرعات والمصفحات الأمنية على المحافظة على الثبات. هذا بالإضافة إلى عروض للرماة والقناصة باستخدام أحدث الأسلحة.